ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. وقضيتم الساعات في آياته ترتيلكم نبض بكل مكان. همم تفاخر أمتي بسموها وعلوها عن لوثة الأدران. لا نوم يغريكم ولا لهو ولا لعب مع الأنداد والأقران، بل كان يجذبكم كتاب محكم ترجون ختما قبل فوت أواني. يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. الله أكبر، جاء حفل ختامكم طوبى لكم أجرا من المنان. الله أكبر، والوجوه منيرة والنفس في أمن وفي اطمئنان. يا حافظي به سيحفظ خطوكم من خلسة الأعداء والشيطان. هذا كتاب الله أنزل حافظا للحافظين على مدى الأزمان. يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات.